الموجودين الذين كانوا متحصلين داخل المنزل، ومن بينهم فإن منفذ أو من يتهمه الجيش إخلال إسرائيل بتنفيذ عملية حوار عام وهو من مخيم عسكر في مدينة نابلس، كان يتحصن في هذا المكان داخل مخيم جنين. فعليا الذي جرى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت ما يمكن أن يقال أنه أطول إحرام لمخيم جنين، استمر لساعات قبل انسحابها من هذا المكان بعد حياكم الله مشاهدينا الكرام عبر وكالة جي ميديا الإعلامية في هذه التغطية من داخل المنزل الذي استهدفه الاحتلال اليوم داخل المخيم الذي كان يتحصن فيه عدد من المقاتلين كما تحدث الاحتلال. المنزل دمار كبير واسع وواسع، لربما تشاهدون في هذه الصورة حجم الدمار الهائل الذي وقع في هذا المنزل. استهداف المنزل أثار الدماء، هذه أثار للدماء، دمار واسع داخل هذا المنزل كما تشاهدون، استهداف كبير، عدد من الصواريخ الإنرجي التي أطلقت نحو هذا المنزل. إذن الاحتلال انسحب من المنزل وارتقاء لستة شهداء، عشرات الإصابات، تم انتشال عدد من الشهداء من داخل هذا المنزل بعد انسحاب قوات الاحتلال من المنطقة. الاحتلال انتشر الكثافة في محيط المخيم واستهدف المتواجدين بشكل كثيف، كما تشاهدون أثار النار لا تزال مشتعلة داخل المنزل حتى الساعة، أثار الدماء وأثار النار المشتعلة داخل المنزل حتى الساعة. حجم دمار كبير وقع في منطقة، إذن مشاهدينا الكرام عبر وكالة جي ميديا الإعلامية تشاهدون في هذه الصورة حجم الدمار الذي أوقعه الاحتلال في هذا المنزل بعد استهدافه بشكل مباشر الذي كان يتحصن فيه عدد من المقاتلين من بينهم منفذ عملية حوارة كما يدعي الاحتلال. تم محاصرة المنزل، وقعت اشتباكات على إثر هذا الاقتحام من قبل قوات الوحدات الخاصة الإسرائيلية ليتم أو لتصل التعزيزات العسكرية إلى محيط المنزل، وبدأت الاشتباكات حتى ارتقاء ستة شهداء من بينهم كما يدعي الاحتلال منفذ عملية حوارة. حجم دمار كبير، الجدران تشتعل، لا زالت تشتعل بالنيران. هذا الأياد القديم. إذن مشاهدينا الكرام هذه جريمة جديدة للاحتلال هنا في مخيم جنين، حيث لم يتجاوز 40 يوما على المجزرة السابقة التي ارتقى فيها 9 شهداء داخل المخيم. اليوم هناك مجزرة جديدة وارتقاء لستة شهداء وعشرات الإصابات التي وصلت المستشفى على إثر هذا الاعتداء. الاحتلال استخدم طائرات من طراز أباتشي، طائرات الاستطلاع، وعدد من الطائرات المسيرة في أجواء مدينة ومخيم جنين. استخدم
صواريخ الحرارية من قبل طائرات الأباتشي التي أطلقت نحو المنزل، أيضا استهداف بصواريخ من طراز لاو، وأيضا الإنرجيا المضادة للدروع. تم استهداف المنزل، ارتقى عدد من الشهداء داخل هذا المنزل، والعدد الآخر ارتقى في أماكن في محيط هذا، في عدة أماكن في محيط هذا المنزل. حجم دمار كبير يحيط في هذا المنزل. حجم دمار وخراب كبير ألحقه الاحتلال في هذا المنزل. هذه هي الصورة من داخل المنزل المحاصر في مخيم جنين. كما تحدثنا، هذه المجزرة جاءت بعد أقل من 40 يوما على المجزرة السابقة التي أوقعها الاحتلال داخل مخيم جنين، والتي أدت لارتقاء 9 شهداء. اليوم هناك ارتقاء ل6 شهداء، وهناك عشرات الإصابات التي وصلت للمستشفيات في مدينة جنين. والاحتلال استمر لعدة ساعات قبل انسحابه من المخيم.